هذه جولة جديدة من القاهرة الإخبارية لآخر تطورات ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها العسكرية والسياسية. أهلا بحضراتكم. أهلا بك همام. نبدأ مباشرة من خان يونس مع مراسلة القاهرة الإخبارية منى عوكل، تطلعنا على آخر التفاصيل والمستجدات لديها. منى، من فضلك أطلعينا على آخر المستجدات في خان يونس، وضع المستشفيات وآخر المعلومات لديك. نعم، يعني ما زالت يعني محافظات قطاع غزة المختلفة تشهد غارات عنيفة في مناطقه عمليا. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن آخر هذه الاستهدافات وربما أكثرها إلحاقا بالضحايا، هو استهداف في منطقة النصيرات لعمارة أو منطقة سكنية على الأصح. هذا الاستهداف حتى الآن أدى إلى سقوط ما يقارب 23 شهيدا وعشرات الجرحى، وما زالت هناك محاولات لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. عمليا تم استهداف عدة منازل وليس منزل واحد في تلك المنطقة. أيضا يعني خلال الساعات الماضية شهدت مناطق عدة استهدافات كمنطقة خان يونس تحديدا في بني سهيلة. هذا الاستهداف أدى أيضا إلى سقوط ما لا يقل عن 12 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الجرحى. استهداف آخر في منطقة دير البلح، وأيضا كان هناك سقوط لعدد من الشهداء والجرحى. عمليا هذه الاستهدافات امتدت إلى مناطق مدينة غزة وشمال قطاع غزة. يعني عمليا غارات عنيفة ما زالت تشهدها المناطق هناك في منطقة محيط المستشفى الأندونيسي، في منطقة تل الزعتر، في منطقة أيضا الشيخ رضوان، منطقة شارع النصر والرمال. وعمليا معظم هذه المناطق أيضا الآن تشهد اشتباكات عنيفة جدا. هذا عدا عن الحصار الذي ما زال مطبقا على عدد من المستشفيات التي تم اقتحامها بالفعل، كمستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى الشفاء الطبي، وهو ربما أيضا أحد أبرز الأحداث التي جرت خلال الساعات الماضية، حيث أنه حتى اللحظة ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم هذا المستشفى وتعمل على اعتقال عدد كبير من ممن يتواجدون داخله. حتى الآن هناك يعني حديث عن ما لا يقل عن 200 معتقل ممن هم بداخل مستشفى شفاء الطبي. هذا بالإضافة إلى استمرار اقتحام المزيد من أقسام ومباني المستشفى، إلى جانب أيضا التحقيق مع عدد من الأطباء. وعمليا يعني وفقا للمصادر من داخل المستشفى، حتى الآن يعني الاحتلال الإسرائيلي يفصل أجزاء المستشفى عن بعضه البعض، حتى أن الطواقم لم يعد بإمكانها الوصول إلى للاطمئنان على يعني المرضى في الأقسام الأخرى. الأطباء ما عاد بإمكانهم الوصول إلى المرضى، أيضا لا يمكن الوصول إلى الأماكن التي تتواجد بها المستلزمات الطبية والأدوية وأمور الصيدلة وما إلى ذلك. إذا نحن نتحدث عن وضع إنساني خطير جدا في مستشفى الشفاء. وأيضا يعني وفقا لما وردنا حتى الآن ما زالت جنود الاحتلال الإسرائيلية يعني يحاولون البحث في مرافق المستشفى، أسفل المستشفى، في قبو المستشفى وفي كل مكان، فيما يبدو أنه يعني أنهم يبحثون عن شيء ما تخفيه وفقا لقولهم الفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي ما زالت تؤكد الفصائل الفلسطينية بأنها على استعداد لاستقبال أي جهات دولية محايدة للبحث في المستشفى والتأكد من أنه هو خالي تماما من أي أعمال لها علاقة بالمقاومة أو مرتبطة بالمقاومة الفلسطينية. يعني في محيط وداخل المستشفى أيضا ما زلنا وفقا لشهود العيان نسمع عن أو ما زال يردنا أن هناك اشتباكات داخل المستشفى وفي محيط مستشفى الشفاء أيضا، وما زال هذا الاقتحام مستمر حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق بالمستشفيات الأخرى، يعني المستشفى الرنتيسي تم إخلاؤه من النزلاء المرضى و أيضا النازحين الذين كانوا يتواجدون فيه بالكامل. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن استمرار لحصار بعض المستشفيات، إخلاء بعض المستشفيات، وعمل
وإيقاف عمل غالبية المستشفيات. مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في منطقة تل الهوى منذ أيام هو خارج عن الخدمة، وكانت هناك محاولات لإخراج من فيه بعد مناشدتهم للصليب الأحمر بالمساهمة في ضمان طريق آمن لخروجهم من المستشفى، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تحاصر المقيمين داخل مستشفى القدس ومبنى جمعية الهلال الأحمر في تل الهوى حصارا شديدا، لا يسمح لأي شيء بالدخول أو حتى لأي أحد بالخروج. نتحدث عن هذا الحصار في ظل عدم وجود مياه، عدم وجود طعام، عدم وجود أي مقومات للحياة، في حال أيضا ونحن هنا نتحدث عن وجود عدد كبير من المرضى الذين الآن لا تقدم لهم أي خدمات. هذا فيما يتعلق بواقع المستشفيات التي طبعا كل مستشفى له قصة، وكل مستشفى ينزح فيه عدد كبير من المواطنين، ومعظم مستشفيات مدينة غزة والشمال لم تعد تعمل. مستشفى المعمداني يقدم بعض الخدمات البسيطة للمواطنين وفقا لإمكانيات محدودة، فيما المستشفى الأندونيسي كان قد أعلن بأنه لن يتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين، على الرغم من أنه المنطقة التي يقع فيها المستشفى الأندونيسي هي موقع أو منطقة تتعرض لاستهداف طوال اليوم، وغارات جوية عنيفة تحدث في محيط المستشفى، بالإضافة إلى أحزمة نارية تطال منازل المواطنين ومنطقة جباليا بطبيعة الحال. وبالتالي ما زلنا نتحدث عن سقوط عدد أكبر من الشهداء والجرحى في الوقت الذي لا يوجد به خدمات طبية. شركة الاتصالات الفلسطينية كانت قد أعلنت عن توقف عمل مقاسم الشركة نتيجة عدم توفر الوقود لتشغيل هذه المقاسم، وبالتالي الآن بدنا نتحدث عن توقف الاتصالات في والإنترنت في غالبية مناطق قطاع غزة جراء هذا التوقف، في الوقت الذي أيضا ما زلنا ربما نتابع الأخبار التي ترد حول دخول شحنات من الوقود إلى الأونروا، حيث أنه تم الإعلان حتى قبل قليل عن دخول ما لا يقل عن 23 ألف لتر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. كانت قد حددت إسرائيل بأن استخدامها لن يكون إلا لإيصال المساعدات إلى رفح، وبالتالي هذا الوقود لن يستخدم للمستشفيات، لن يستخدم لتوفير وإيصال المياه إلى المواطنين ولا لأي خدمات أخرى من الممكن أن تنقذ الحالة الإنسانية. وهذا أمر ربما دفع جهات عديدة للمطالبة بأنه طالما تم إدخال الوقود ولأول مرة منذ 40 يوما أن يتم إدخال الوقود للمرافق الرئيسية والتي تمد السكان بالخدمات. عمليا أيضا في سياق متصل نتحدث هنا عن أمر أيضا خطير جدا، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات جديدة على مناطق شرق مدينة خان يونس، بني سهيلة، القرارة، خزاعة، وتلك تلك المناطق هي مناطق حدودية، الآن تم الطلب من سكانها بإخلائها تماما من، وحذر جيش الاحتلال بأنه أي شخص موجود في تلك المناطق سوف يتم استهدافه بشكل مباشر، وفيما يبدو بأن هذه المناطق على ما يبدو سوف تشهد اقتحامات جديدة، وسوف تشهد توغل جديد في منطقة شرق خان يونس. من المتوقع أيضا بأن يشهد منطقة شرق رفح المبدأ ذاته، وأن يتم الطلب من سكان مناطق شرق رفح بإخلائها تمهيدا لتمشيطها بشكل كامل من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلية. وبالتالي نحن الآن نشهد مزيدا من التصعيد، مزيدا من التوغلات الإسرائيلية في ظل عدم توفير أدنى متطلبات الحياة لسكان قطاع غزة المستهدفين على الدوام. أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والمستجدات منى عوكة، المراسلة القاهرة الإخبارية في خان يونس، شكرا لك.
لمزيد من التفاصيل المتعلقة بنية قوات الاحتلال الإسرائيلية لإخلاء القسري والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، تنضم إلينا من العاصمة الغانية أكرا السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة في منظمة الاتحاد الأفريقي. دكتورة نميرة، بعد التحية، كيف يتعاطى القانون الدولي الإنساني مع مثل كذا نوايا، مثل كذا خطط متعلقة بتهجير قسري للسكان في أزمات الحروب؟ مساء الخير. مبدئيا التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل. اتفاقيات جنيف بتنص بوضوح على ضرورة حماية المدنيين، ونحن الآن أمام ليس فقط حرب عادية، ولكننا في منطقة محتلة، وعلى المحتل حماية المدنيين. وما حدث في حتى الآن لا يتناسب مع ما حدث في 7 أكتوبر. قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص على أن إذا كان هناك من قبل المحتل لا يدافع عن نفسه في مكان الاحتلال، ولكن حاليا من هم تحت الاحتلال الذين يقاومون الاحتلال يمكن أن يقوموا باستخدام القوة في الإطار القانوني. إذا تعارض ذلك مع القانون واستهدافهم للمدنيين في الدولة المحتلة، هذا يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، ويحق للمحتل أن يقوم بإجراءات تتناسب مع ما تم. لكن ما نراه الآن بوضوح هي نية إسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني، ولا علاقة لها بموضوع ما حدث في 7 طيب. أكتوبر أو مجرد انتقام. بشكل واضح دكتورة نميرة، هل من بين صلاحيات أو ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية بشأن صلاحيات القوة القائمة بالاحتلال في هذه الحالة إسرائيل، هل من بين صلاحيات هذه القوة القيام بأي عمليات للتهجير القسري أو حتى للنزوح الداخلي؟ لا، بالقطع لا. هذا يعد خلق لقواعد القانون الإنساني الدولي، وكذلك يمثل جريمة حرب في إطار نظام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطيني وإخراجه من بيوته وفرض عليه التهجير القسري إلى أماكن أخرى يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. طيب دكتور، أنتقل مع حضرتك لمسألة أخرى. في ظل ما يحدث في داخل قطاع غزة وهذا العدوان الذي لا يوفر حتى أي مستوى من مستويات، أو حتى تعجز الأمم المتحدة عن توفير أي مستوى من مستويات الحماية، وبالتالي لابد من وضع هؤلاء المدنيين في مكان آمن على الأقل خلال هذه الحرب. جاءت دعوات، رأينا دعوات، كان هناك دعوة من نائب رئيس برلمان الاحتلال الكنيست، هو تحدث فيه عن إمكانية نقل المدنيين إلى دول أخرى، هذا كان بناء على استعداد بعض الدول زي رئيس الوزراء الاسكتلندي لاستقبال لاجئين فلسطينيين. ما رأيك في هذا الأمر؟ مبدئيا دولة الاحتلال عليها توفير مكان آمن لمن تقوم بقصفهم. المدنيين عليها قصف العسكريين وليس المدنيين. الآن هم يستهدفوا الشعب الفلسطيني بالكامل، عليهم توفير المكان الآمن وليس الدول الأخرى. الدعوة القادمة من اسكتلندا أو الدعوة التي أي دعوات أخرى لتهجير الشعب الفلسطيني مغزاها واضح، هو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه، الاستيلاء على الأرض والاستيلاء على الخيرات الخاصة بهذه الأرض بما فيها البحر. هذا يقضي تماما على وجود شعب على أرضه. هذا يتنافى بالكامل مع قواعد القانون الدولي الإنساني. وكذلك من يناشدون كما أشرت لهذه الدعوة زي ما أشرت حضرتك لعضو الكنيست، لكن كذلك هذا يتماشى مع ما عرضه رئيس وزراء إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خريطة إسرائيل التي تتضمن غزة والضفة الغربية. نعم. هذا يعني أنهم لديهم النية المبيتة في ضم جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من إسرائيل. هذا كله يخرق القواعد الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني
يخرق قواعد القانون الجنائي الدولي، وعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يقوم بعمله في هذا الشأن. حتى الآن هو لم يقم بذلك. طيب دكتور، في هذه النقطة تحديدا، إذا كانت هذه المؤسسات سواء الحقوقية أو الدولية أو هذه يسيطر عليها بشكل ما، يعني كما هو معروف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تدعم أصلا إسرائيل بشكل مباشر، في حالة تصديق فكرة أنهم يحاربون الإرهاب كما يقول الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة، في هذه النقطة وعند اقتناع هذه الدول بهذه الفكرة وشرائها من إسرائيل، يبقى ملزم أيضا القانون الدولي في هذه الحالة لمحاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم حتى بعد انتهاء الحرب أم لا؟ بلا شك، ليس فقط كل من خرط في الإجراءات الغير قانونية، ولكن كل من ساهم ودعم هذه الإجراءات الغير قانونية. نحن الآن أمام إبادة جماعية، ليست فقط مجرد تهجير قصري. حاليا واضح جدا أن، ومرة أخرى، هم يخلطون بين قواعد القانون، ما بين القانون الدولي الإنساني وقواعد الإرهاب. كل من يحاول هذا الخلط يحاول ذلك لمصلحة طرف واحد من النزاع. حقيقة ليس من المعقول أن نقول أن يدافع المحتل عن نفسه. المحتل هو الذي قام بالعدوان. وبالتالي على، وسبق قبل كده في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، صحيح، أوضحت المحكمة بوضوح انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب وهنا تفضلي. أريد فقط أن أوضح أن حتى وإن كان هناك سيطرة لبعض الدول على بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في حماية المدنيين، والتي يجب أن تقوم على في دورها بدورها على محاكمة هؤلاء أو على الأقل اتخاذ إجراءات ضدهم، في يوم ما سيحاكمهم التاريخ، وكذلك سيمكن أن نستند إلى كل ذلك في المستقبل. نعم، مع العلم أن بعض هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبإمكان الفلسطينيين أن يتقدموا إلى هذه المؤسسات الدولية بلا شك. لذلك أشرت لموضوع الإبادة الجماعية، أن ما يحدث الآن إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم. طيب أنت أشرت إلى عدد المؤسسات الدولية، الآليات الدولية لمحاكمة إسرائيل، منها محكمة العدل الدولية ومنها المحكمة الجنائية عفوا، وأشرت إلى نظام روما الأساسي المنشئ لهذه المحكمة. كما تعلمين الأراضي الفلسطينية أو أراضي الفلسطينية المحتلة تخضع تحت السلطة القضائية لهذه المحكمة، المحكمة الجنائية الدولية، بحكم أن فلسطين هي عضو في نظام روما الأساسي، لكن إسرائيل ليست كذلك. هل يمكن أن تنسحب هذه الجرائم أو أن يكون من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية محاسبة إسرائيل على هذه الجرائم؟ وفقا لنظام روما الأساسي كما أشرت، تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لولاية المحكمة، وبالتالي على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في كافة الخروقات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والتي تقع في نطاق الجرائم ضد الإنسانية المشار إليها في النظام المنشئ للمحكمة، حتى وإن لم يكن الطرف الآخر عضوا في المحكمة، حتى لو لم يكن، لأنه يخضع مبدئيا الدولة الفلسطينية طرف في نظام روما الأساسي. ما يحدث الآن على أرضها هو خرق لقواعد روما، وبالتالي من المفترض أن يقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما يشهده العيان يوميا من قصف ممنهج لكافة المؤسسات المدنية الفلسطينية، للتهجير القسري للفلسطينيين، لمحاولة إبادة الشعب الفلسطيني، قتل الأطفال والنساء وكافة من ليسوا منخرطين في الحرب. من المفترض وفقا للقواعد أن يحاكموا جنائيا ويلاحقوا. طيب دكتورة، يعني ننتقل لجزء آخر متعلق بالجوانب السياسية وأوراق الضغط المختلفة التي من الممكن أن تمارس الآن، حتى بعيدا يعني عن الإجراءات القانونية التي يبدو أنها
لا تطبق حتى هذه اللحظة. في رأيك ما هي الوسائل المتاحة الآن لإيقاف الحرب على غزة، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد حتى التحركات الشعبية؟ بالمناسبة كان هناك آخر استطلاع للرأي في إحدى الصحف الأمريكية رصد تنامي الرأي المعارض لفكرة الحرب على غزة والموافق على فكرة وقف إطلاق النار والضغط الأمريكي على إسرائيل. هل هذا يمثل وسائل ضغط في رأيك؟ طبعا بلا شك. أنا سوف أبدأ بالجانب السياسي. كما أشرتي، الجانب السياسي يتضمن التحول في المواقف الدولية. نجد أن هناك بعض الدول بدأت منذ بداية الحرب إلى اليوم تغير دفة آرائها وفقا لما يحدث على الأرض. وصرح بعض المسؤولين الإسرائيليين أن أمامهم بالكثير 10 أيام، وإلا ستبدأ الحكومات التي تدعمهم في تغيير موقفها. ده بلا شك موجود وهام للغاية بالنسبة لنا. لكن إحنا لما نتكلم على بعض الإجراءات اللي يمكن اتخاذها لوقف الحرب، يمكن اتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار القرار الخاص بالاتحاد من أجل السلام، وهو القرار الذي يتيح للجمعية العامة باتخاذ قرارات ملزمة في إطار فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بهذا الشأن، وبالتالي ده جزء هام للغاية كذلك. هناك أمامنا طبعا طيب فكرة هذا لماذا لا يحدث دكتور منيرة؟ يعني لماذا لا يحدث في يعني في طوال الأيام الماضية لم يحدث، وكل الإجراءات والانتهاكات كانت غير ملزمة للاحتلال الإسرائيلي كما كان يقال؟ لا يحدث حتى الآن بسبب عدم وجود ضغوط كافية من كافة الدول لاتخاذ هذا الإجراء. ده بلا شك فيما يخص الأمم المتحدة. الجانب الآخر هو إمكانية كذلك، لو أخذناها نقطة إضافية، توقيع عقوبات عسكرية على من يمد دولة الاحتلال بالعتاد لقتل الفلسطينيين. هذا من جانب. الجانب الآخر اتخاذ قرار توقيف من محكمة الجنائية الدولية للمسؤولين الإسرائيليين المنخرطين في هذه العمليات العسكرية. العصيان المدني في الدول الداعمة لإسرائيل. نحن لم نرى في التاريخ هذا العدد من المظاهرات في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لفلسطين. لم يحدث ذلك من قبل. والآن يمكن لهؤلاء الخروج بعصيان مدني ضد هذه الحكومات من أجل تغيير موقفها، وهذا أمر سلبي ويمكن أن يأتي بنتيجة إيجابية بشكل كبير. كل ما تقوليه أيضا دكتورة نميرة هي مجرد احتجاجات مدنية. ربما القانون الدولي لديه أيضا العديد من الآليات لتنفيذ أو لوضع حد لهذا الاعتداءات أو لهذه الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال على الفلسطينيين. لكن إلى أي مدى يمكن أن نقرأ ازدواجية في تطبيق القانون الدولي؟ وهناك حالتان رئيسيتان، ما يحدث في أو الحرب المستعرة أيضا بين أوكرانيا وروسيا من جانب، والحرب الموجودة حاليا بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل. هل يمكن أن نلاحظ ازدواجية في تطبيق القانون الدولي على الأقل بالنسبة لقضية الهجرة التهجير القسري من قبل القوات المتحاربة؟ هو في ازدواجية في المعايير، ليس فقط في التهجير القسري، ولكن من بداية الأزمتين إلى اليوم. فإذا حضرتك أشرت إلى أوكرانيا وفلسطين، أوكرانيا منذ بدأت الأزمة اشتد الحصار على روسيا، تم إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس بوتين، تم فتح باب أوروبا بالكامل. دكتورة أستأذنك أن تتفضلي بالبقاء معنا قليلا، سنذهب إلى مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، نتابع. I spoke to our colleagues in Gaza this morning. وصلت من أجل تنسيق عملياتنا، وأنا تحدثت إلى الزملاء في غزة هذا الصباح. قالوا لي
إن الحاجة الملحة حاليا هي وقف إطلاق النار وإبقاء معبر رفح مفتوحا، وكذلك توصيل المساعدات الإنسانية وإيصال الكهرباء والوقود حتى تستعاد خدماته. الكهرباء مطلوب من أجل تحلية مياه البحر وكذلك من أجل معالجة مياه الصرف الصحي، والاتصالات يجب أن تستعاد، والوقود يجب أن يقدم من أجل توزيع المساعدات الإنسانية وتشغيل المستشفيات. لكن دون وقود لا يمكننا أن نوصل المساعدات إلى وجهتها. يوم الاثنين تلك المركبات والمعدات التي استخدمناها لإيصال المساعدات نفذ منها الوقود، ومقدم الخدمات قالوا إنه بدون كهرباء ووقود فإنهم لن يتمكنوا من مواصلة العمل. وفي الساعات الأولى من اليوم كان هناك شاحنة من الوقود دخلت غزة، لكن إسرائيل قامت بقصر استخدامها فقط للشاحنات التي تعبر رفح، ونحن نحتاج الوقود من أجل تشغيل مولدات المستشفيات والمشاعات الصحية ومعالجة الصرف الصحي، وكذلك تحلية المياه، وكذلك تشغيل الاتصالات. إذا تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، وتحدث مديرها تدرس أدانوم عن حديثه مع الزملاء في غزة، طبعا هذا في الإشارة إلى القطاع الطبي أو الكوادر الطبية التي تعمل مع المنظمة الأممية. في هذا الصباح تم التواصل معهم، وكان هناك إشارات إلى حاجة ملحة إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات والوقود والكهرباء، وتحدث عن ضرورة استخدام الكهرباء والوقود في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، ودون وقود لا يمكننا أن نتوصل أو أن نوصل المساعدات إلى داخل القطاع، وأيضا هناك احتياج بالغ الأهمية إلى الوقود لمولدات المستشفيات. صحيح، كانت هذه إشارات مهمة من قبل مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم، خصوصا ما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار من أجل العودة مرة أخرى إلى تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات في قطاع غزة. على أي حال نعود مرة أخرى مع دكتورة نميرة نجم، وهي مديرة المرصد الأفريقي للهجرة في منظمة الاتحاد الأفريقي. دكتورة نميرة، كنت تحدثين قبل أن نستمع إلى مدير الصحة العالمية ومدير عام منظمة الصحة العالمية، تحدثين عن أن المعايير تبدو مزدوجة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما يحدث بين أوكرانيا وروسيا. سنذهب إلى هذه النقطة، لكن دعيني فقط أربط بين ما قاله مدير عام منظمة الصحة العالمية ويعني إمكانية تكييف هذه الاتهامات لإسرائيل من قبل القانون الدولي. هل هناك أي نصوص قانونية تجرم منع الكهرباء والوقود وحتى اقتحام المستشفيات وما إلى ذلك، كذلك كل هذه الأنشطة وكل هذه الجرائم ربما التي تقوم بها إسرائيل في هذه الأيام في قطاع غزة؟ قواعد القانون الدولي الإنساني بالكامل تنص على حماية المدنيين والمؤسسات المدنية، واستهداف فقط وقت الحرب الأدوات والمناطق التي لديها قيمة استراتيجية عسكرية. المستشفيات من الأماكن المحمية بالكامل، عدم توفير المواد الأساسية كالمياه كالكهرباء اليوم كالغذاء في مناطق القصف العسكري للمدنيين أحد جرائم الحرب. طيب نعود مرة أخرى للنقطة التي كنا نتحدث عنها والمتعلقة بوجود ازدواجية في المعايير بين ما يحدث في روسيا أو بين روسيا وأوكرانيا وما يحدث الآن في قطاع غزة. أنا أشرت للقرارات اللي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس بوتين، أشرت لفتح أوروبا أبوابها للمهاجرين الأوكرانيين ومنحهم كافة المزايا منذ بداية الحرب. قرارات الأمم المتحدة
المتعاقبة فيما يتعلق بهذه الحرب كانت كبيرة للغاية. دعم أوروبا والولايات المتحدة لأوكرانيا عسكريا كبير للغاية. طيب. وهذا لا نراه أمام في قضية صحيح. هذه ازدواجية واضحة للعيان سواء من المنظمات الدولية أو حتى مع ردود الفعل الدولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة. لقيت حال السفيرة الدكتورة نميرة نجمة مديرة المرصد الأفريقي للهجرة في منظمة الاتحاد الأفريقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أكرا. واستكمالا لآخر المستجدات والعواجل التي تأتينا، انضم إلينا الآن من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى، ما آخر التفاصيل والمستجدات لديك عند معبر رفح؟ نعم، يعني منذ لحظات معدودة كان هناك تدفق لمزيد من المساعدات الإنسانية، حيث دخل إلى معبر رفح الآن عدد من الشاحنات، عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، دخلت في إطار الإجراءات المتعارف عليها قبل الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية. ولكن في ظل هذه الإجراءات وفي ظل هذه المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية مع الأطراف كافة لضخ مزيد من المساعدات، تبقى كلمة السر في إدخال مزيد من كميات الوقود التي يتطلبها الآن الأوضاع في قطاع غزة، خاصة الشاحنات الفلسطينية التي تقوم بدورها من ناحية المعبر من الجانب الفلسطيني بنقل كل كميات المساعدات التي تدخل من الجانب المصري ونقلها بعد ذلك إلى قطاع غزة. نتحدث عن عشرات الشاحنات التي انطلقت الآن من الأراضي المصرية في طريقها إلى اتخاذ الإجراءات قبل الانطلاق إلى الأراضي الفلسطينية. هذا أيضا فيما يواصل معبر رفح استقبال حالات الجرحى والمصابين. كنا قد ذكرنا أن المعبر حتى الآن استقبل ما يقرب من 13 حالة من المصابين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة. إذا ما تحدثنا عن حالات الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين قدموا إلى الأراضي المصرية، فتم توجيههم جميعا إلى المستشفيات المصرية الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء. أيضا كان هناك وصول لعدد آخر من المصابين الذين قدموا من قطاع غزة، بالإضافة إلى 13 حالة التي وصلت بالفعل إلى الأراضي المصرية، وهو عدد يتبع لأمراض حالات إنسانية لأصحاب الأمراض السرطانية من الجنسية التركية. وبالفعل تقوم الآن السلطات المصرية بتوجيههم إلى مستشفى العريش العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إذا تطلب الأمر سيتم توجيههم جميعا مع ذويهم إلى العاصمة المصرية القاهرة. إذن نلخص هذه المشاهد بداية من دخول أول شاحنة وقود إلى الأراضي الفلسطينية والتي تم تفريغ حمولاتها من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ثم دخول مزيد وعشرات من المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية إلى الجانب الفلسطيني، بالإضافة أيضا إلى وصول المصابين والجرحى وحاملي الجنسيات المزدوجة. طيب. نعم. مصطفى، فيما يتعلق بشاحنة الوقود نحن لا نشاهدها وهي كانت في الساعات الأولى من هذا اليوم، هل هناك أي نية لتجهيز شاحنة أخرى؟ هل لديك أي معلومات فيما يتعلق بإدخال مزيد من شاحنات الوقود إلى قطاع غزة؟ نعم، يعني زميلي همام، الجانب المصري والسلطات المصرية عملت منذ فترة ومنذ بدء الأزمة على تجهيز عدد وشاحنات محملة بالوقود، وهي بالفعل مجهز عدد آخر من هذه الشاحنات، ولكن في انتظار التنسيقات والإجراءات اللازمة التي تتم ما بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني وكل الأطراف المعنية، وتبقى العراقيل التي توضع من الجانب الإسرائيلي هي الحائل دون دخول كل هذه الكميات التي يتم توفيرها من الجانب المصري محملة بالوقود، سواء كانت لتشغيل الشاحنات الفلسطينية للتوجه بالمساعدات إلى قطاع غزة أو لتشغيل المرافق والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات في قطاع غزة وكل ما شابه ذلك، أيضا من محطات تحلية مياه الشرب داخل القطاع. نتحدث عن كل هذه الإجراءات والجانب المصري يعمل على تجهيز شاحنات أخرى من الوقود، ولكن تبقى اللحظات القادمة والساعات القادمة هي الفيصل في الوصول إلى اتفاق حول إدخال مزيد من كميات الوقود اللازمة لقطاع غزة. كنا قد تحدثنا عن الشاحنة الأولى التي حملت حمولة مقدرة بحوالي 24 ألف لتر من السولار، وفي انتظار مزيد، والكل يعول في هذه الأثناء على نجاح الجهود المصرية مع الأطراف المعنية كافة بدخول كميات أخرى إلى قطاع غزة من الوقود خلال الساعات القليلة القادمة. شكرا جزيلا لك مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية عند معبر رفح على هذه المعلومات والمستجدات. أكبر الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من الفلسطينيين على ترك منازلهم في شمال قطاع غزة والنزوح قسريا نحو الجنوب، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تكفل للإنسان حقه في الحياة.
مشاهد النزوح من سكان قطاع غزة ربما لم تكتفي بها إسرائيل، بل وصل الأمر إلى إجبار النازحين على رفع الرايات البيضاء أثناء سيرهم حتى لا يتم استهدافهم من قبل آليات جيش الاحتلال. أب ترك منزله مجبرا، وسيدة تحمل مأساة أطفالها فقدا للأحباب على الطريق، وعجوز تتعكز على ابنها. هذه ليست مشاهد فيلم مزمع تصويره، إلا أنه واقع حي لما يعيشه سكان قطاع غزة بعد أن أجبروا على التهجير القسري من منازلهم في الشمال والتوجه نحو الجنوب. صلاح الدين لم يصبح مجرد محور مروري في قطاع غزة، بل إنه الطريق الوحيد للفلسطينيين من أجل البقاء على قيد الحياة. مئات الآلاف من الفلسطينيين أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على ترك منازلهم في شمال قطاع غزة والنزوح قسرياً نحو الجنوب عبر محور صلاح الدين لمدة 4 ساعات يومياً، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تكفل للإنسان حقه في السكن والحياة. وفي مشهد أقرب للنكبة، يتوجه الفلسطينيون يومياً إلى جنوب قطاع غزة مجبرين لا مخيرين، لطريق لا يحمل سوى المجهول فقط، تاركين خلفهم ذكريات لن تنسى، وهو ما يعيد مشهد المأساة الإنسانية التي شهدتها فلسطين في نكبتها بتشريد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني. مشاهد الآلام والحسرة بنزوح سكان قطاع غزة لم تكتفي بها إسرائيل، بل إن الأمر وصل إلى إجبار النازحين على رفع الرايات البيضاء أثناء سيرهم حتى لا يتم استهدافهم من قبل آليات جيش الاحتلال المنتشرة على جانبي الطريق. العدوان الإسرائيلي على غزة أعاد القطاع للعصور الوسطى، فأصبحت العربات التي تجرها الخيول الوسيلة الرئيسية والوحيدة لنقل المواطنين نتيجة تدمير جيش الاحتلال للبنية التحتية والأساسية في القطاع المحاصر. طريق بتخوف يعني، وناس مقطعة ومش قادرين نعمل إشي، ناس مقطعة في الشارع، مدفعية حوالينا، اليهود جنبنا، مش قادرين نعمل إشي، إجنا نسوي، قصفونا عند عيدية، أنا وأهلي، أمي الحمد لله استشهدت، هي وأختي وستي وبنت عمي، أبويا في العناية مش قادر أوصل له. رحلة نزوح الفلسطينيين من شمال قطاع غزة للجنوب لم تخلو من الأحداث، فالعشرات توفوا نتيجة عدم توافر الماء والغذاء، وآخرون استشهدوا نتيجة الغارات التي شنها جيش الاحتلال بالقرب من الممر الآمن في ظل صمت دولي فج بحق ما يحدث للفلسطينيين. الطريق والله صعبة وبهدلة، ومشي أكتريتها، ومعايا كتير فتيرية، ومعايش عجوز على كروسة، ومعايا عم كبير في السن. رحنا على مدرسة اللاجئين، قعدنا بيجي 10 أيام في المدارس الشاطئ، كان القصف حوالينا. ومع دخول العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة شهره الثاني، يعاني الفلسطينيون من ويلات الحرب في ظل صمت دولي تجاه ما يحدث من نزوح قسري ضدهم، آملين في يوم من الأيام العودة مرة أخرى لديارهم حتى وإن كانت مدمرة ولا تحمل سوى الأطلال. ينضم إلينا إذن الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية من القاهرة. دكتور أسامة، منذ قليل دعنا نبدأ من خلال آخر المستجدات التي حدثت اليوم. منذ قليل تابعنا استعراضا لردود الفعل والإدانات الدولية على ما حدث في مستشفى الشفاء. اللافت للنظر أن هذه الإدانات تصاعدت في دول وفي مؤسسات غربية، هل هذا يشكل فارقا مختلفا عن الإدانات السابقة؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني في تقديري بالفعل نبرة الإدانة تزداد، نبرة الدفاع عن المواقف الإسرائيلية تتراجع بشكل واضح أمام الإمعان الإسرائيلي في ممارسة هذه الجريمة المخالفة لكل المعايير والاعتبارات الإنسانية. لكن في المقابل مع تصاعد حدة الخطاب السياسي والانتقادات حتى في عواصم غربية داعمة لإسرائيل، لا نجد أن هذه الانتقادات توازيها أو تواكبها ضغوط حقيقية على الأرض على إسرائيل لكي تتوقف عن الاستمرار في هذه الجريمة. وبالتالي نحن أمام مشهد تهيمن عليه بالفعل،
تراجع الدعم الغربي لإسرائيل، لكن لا يتوافق أو يتواكب مع ضغوط على الأرض وضغوط حقيقية لتراجع أو تجبر الحكومة الإسرائيلية عن الاستمرار في هذه الجرائم. حتى الوزير الخارجية الإسرائيلي نفسه عبر قبل يومين عن أن بعض الضغوط ستتزايد على إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وأن عليها أن تنهي أهدافها العسكرية في قطاع غزة قبل هذه الفترة. هذا مؤشر واضح على استشعار إسرائيل نفسها لتزايد حدة الغضب من الممارسات الإسرائيلية، ولكن إلى الآن وحتى هذه اللحظة لا توجد الضغوط التي تحول دون استمرار إسرائيل في هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طيب، هل يمكن أن تسفر هذه الإدانات الحادة كما وصفتها دكتور أسامة، تسفر عن مزيد من الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ ولا أقول وقف إطلاق النار وهذا مبتغانا، لكن ربما مبتغى إسرائيل غير ذلك، لكن هل يمكن أن تسفر عن تهدئة الوضع في قطاع غزة على الأقل فيما يتعلق باقتحام المستشفيات؟ يعني للأسف التراجع بشكل كامل أو وقف العدوان بشكل كامل أعتقد أننا لا نزال بعيدين عن هذه اللحظة، ولكن استمرار حدة الانتقادات واستمرار الضغوط الشعبية واستمرار الضغوط أو التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعنية بهذا الأمر يمكن أن تساهم في تحسين بعض الجوانب ذات الأبعاد الإنسانية في قطاع غزة. يمكن الحديث عن مزيد من الدعم، مزيد من المساعدات، مزيد من دخول بعض الشحنات الأدوية. رأينا اليوم دخول لأول مرة لشاحنات وقود، صحيح أنها محدودة ولصالح الأونروا، لكن أيضا هذا مؤشر مهم وتقدم لخطوات دعم قطاع غزة وتوفير السلع الأكثر احتياجا في القطاع. أتصور أن الضغوط الشعبية في العواصم الغربية يمكن بالفعل أن تدفع حكومات هذه الدول لممارسة الضغط على إسرائيل على الأقل لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، على الأقل السماح بدخول مساعدات بكميات وأنواع أكبر، السماح أيضا بإعادة الخدمات الحياتية في بعض مناطق القطاع. لا ننسى أن قطاع غزة حتى هذه اللحظة لا يزال محروما من خدمات الكهرباء، كثير أو معظم مناطق القطاع محرومة من خدمات المياه، محطات الصرف الصحي وتنقية المياه لا تعمل بسبب شح الوقود. كل هذه أمور يمكن أيضا في الفترة المقبلة أن يتم الضغط على إسرائيل من أجل التجاوب مع التحركات والاتصالات الدولية الساعية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. طيب دكتور أسامة، هل لديك تقدير لمدى زمني معين مثلا أو حتى مدى عملياتي معين على الأرض يجعل من هذا الضغط قائما؟ لأنه كنا بنتحدث عن تقارير تفيد بنفاد صبر الولايات المتحدة أو إعطاء فرصة لإسرائيل وإعطاء فرصة للاحتلال وجيش الاحتلال بإنهاء هذه العمليات أو هذا الهدف المزعوم وهو القضاء على حماس، وكل هذا ما كنا نقرأه ونراه طوال الأيام الماضية وتمر الأيام أيضا ولا يحدث هذا التوقف، لا يحدث بضغط بدرجة أعلى أو نستطيع أن نقيمها في مستوى أعلى مثلا من الضغط السابق. ما هو المدى الزمني أو ما الذي يجب أن يحدث على الأرض؟ يعني أولا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الأزمة وهذا العدوان الإسرائيلي مختلف عما سبقه من عمليات عسكرية تجاه قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. أولا عنف الضربات، طبيعة الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، كل هذا يجعل من هذه العملية مسألة مختلفة. على مدى التجارب السابقة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة كنا دائما نتحدث عن مدى زمني يتراوح من بضعة أيام إلى 3 أو 4 أسابيع على الأكثر، وبالتالي نحن كنا نتحدث عن مدى زمني لأن إسرائيل بطبيعتها لا تميل للقتال لفترات طويلة، لأن لديها تداعيات اقتصادية ضخمة، لديها استدعاء للاحتياطي يكبدها خسائر كبيرة، مسألة أيضا أنها لا تستطيع القتال على أكثر من جبهة، كل هذه أمور معروفة للخبراء الاستراتيجيين ومراقبي القدرات الإسرائيلية، ولكن نحن أمام
متغير مختلف تماما لطبيعة الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها. النقطة الثانية، وأتصور أن هذه مسألة يجب أيضا أن تؤخذ في الاعتبار، أن الأهداف الإسرائيلية نفسها غير واضحة المعالم. نحن نستمع كل يوم الأهداف إسرائيلية جديدة. إسرائيل تتحدث في البداية عن استهداف حماس وقطع رأس الفصائل الفلسطينية وتدمير البنية التحتية، ثم بدأنا نتحدث أو بدأت إسرائيل تتحدث عن تغيير لطبيعة القطاع، عن وضع مستدام يغير خريطة الشرق الأوسط. وبالتالي أتصور أن إسرائيل نفسها مرتبكة، إسرائيل نفسها مأزومة، الأهداف الإسرائيلية غامضة وضبابية إلى حد كبير. صحيح. وهذا يجعل فكرة توقع مدى زمني مسألة شبه مستحيلة. النقطة الثانية، أن الولايات المتحدة نفسها مرتبكة في كثير من الأحيان، حتى الضغوط الداخلية. أولا نحن نرى متغيرات ومؤشرات على أمور غير مسبوقة في السياسة الأمريكية. لأول مرة نرى مذكرات توقع من عاملين دبلوماسيين في الخارجية الأمريكية تنتقد الموقف الرسمي الأمريكي. تيارات في الحزب الديمقراطي نفسه والمعروف تاريخيا بمدى انحيازه للسياسة الإسرائيلية وللمواقف الإسرائيلية، نرى تيارات داخل الحزب الديمقراطي نفسه تنتقد الموقف الأمريكي وانحياز بايدن المفتوح وغير المحدود لإسرائيل. وبالتالي نحن أمام متغيرات ربما هي الأولى من نوعها وتحتاج بعض الوقت حتى يمكن استيعابها وقراءة المشهد بشكل أدق. دكتور أسامة، ونحن نتحدث الآن نرى سيارات الإسعاف أمام مستشفى ناصر في خان يونس وهي تهرع لإنقاذ المصابين ربما وإنزال المصابين إلى هذه المستشفى، وباتت هذه المستشفى فيما يبدو هي الأكبر في المنطقة الجنوبية أو المحافظتين الجنوبيتين في قطاع غزة، سواء في خان يونس أو حتى في محافظة رفح، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام وفرض حصار على حصار على معظم المستشفيات الموجودة في المحافظة الشمالية وأيضا في مدينة غزة والمحافظة الوسطى. طيب، من ضمن الاختلافات ربما أو من ضمن المواقف اللافتة، الموقف العربي دكتور أسامة، كيف تقيم الموقف العربي الذي بدا وكأنه موقف موحد فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة، سواء من ناحية السياسية أو حتى من ناحية الإنسانية، وتحديدا من ناحية إجبار أهالي سكان غزة على التهجير القسري من القطاع أو النزوح داخله؟ يعني أولا حجم التحدي حجم ضخم للغاية، ومعظم الدول العربية تدرك تماما أن هذه المرة ليست مجرد صراع محدود ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين قوات الاحتلال. المسألة تتجاوز كل الاعتبارات التي عهدناها على مدى تجارب سابقة في السنوات 15 الماضية، وبالتالي نحن أمام تهديد حقيقي لمنظومة الأمن القومي العربي. تصفية القضية الفلسطينية كما حذرت مصر منها في وقت مبكر من هذه الأزمة، أعتقد أنها لاقت تجاوبا كبيرا من الموقف العربي. مصر والأردن تحديدا استطاعت أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن تركز الأضواء على المخطط الأكبر الذي تسعى إليه إسرائيل، وهو أنها تريد تصفية القضية الفلسطينية. وأعتقد أن ما يدور الآن في قطاع غزة وما كنت تشير إليه قبل قليل من أن هناك عمليات استهداف حتى في جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي طالبت إسرائيل وطلب جيش الاحتلال السكان المدنيين بالنزوح إليها، والآن هي تستهدف وتضرب وربما تتعرض للاقتحام مستقبلا. وهذا يشير إلى أن المخطط ليس مجرد ضرب شمال قطاع غزة أو استهداف بعض المناطق في المناطق الشمالية، ولكن المسألة وفق تصورات عديد من الشخصيات المتطرفة في الحكومة حكومة الحرب الإسرائيلية هو دفع السكان إلى النزوح. نعم. وإلى التهجير القسري، وهذا ما حذرت منه. صحيح. مصر مبكرا، وهذا ما انتقدته مصر بالأمس بعد تصريحات سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي. وبالتالي لا يجب أن نثق أبدا في الموقف الإسرائيلي، بل على العكس يجب على المجتمع العربي وعلى منظومة الأمن القومي العربي أن تتحرك. نعم. وفق أهدافها لحماية الأمن القومي العربي بعيدا عن هذا الموقف الإسلامي. أصبح موقفا متقدما بتبني القمة العربية الإسلامية لهذا الموقف الذي بدأته مصر وانضمت إليه الأردن وعدد آخر من الدول العربية، وانضمت إليه أيضا 57 دولة عربية وإسلامية في القمة الأخيرة في الرياض. على أي حال، الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة.
للمزيد أيضا ينضم إلينا الآن من الخليل ليث العلامي خبير الطقس والمناخ. سيد ليث مرحبا بك بداية، وأبدأ من هذا الحديث حول الذي قرأناه وتابعناه، والحديث حول تأثير ما يحدث في قطاع غزة. هذا له تأثير حتى على المدى البعيد فيما يتعلق بالتكوين لهذا القطاع. الغارات سوت مباني تماما بالأرض، القصف ما زال مستمرا وأنهى تقريبا الحياة في أغلب القطاع. ما تأثير هذا وعلاقته أيضا بالتأثير المباشر على المناخ حتى؟ نعم، تحياتي لحضرتك ولجميع السادة المشاهدين. يعني نتابع ما يحصل في قطاع غزة من طيب سيد ليث، يعني الصوت لا يبدو واضحا. طيب يبدأ. طيب على أي حال همام، يبدو أنه الصوت غير واضح وهناك مشكلة سنحاول معالجتها. لكن فيما يتعلق فقط بقضايا الطقس والمناخ، نحن الآن اقتربنا من فصل الشتاء، وبالتالي ذلك يؤثر بشكل بالغ بالتأكيد على المدنيين هناك في قطاع غزة، لا سيما على النازحين الذين يفترشون العراء في الأماكن والمناطق الجنوبية في قطاع غزة. كان من المفترض أن يكون معنا السيد ليث للتعليق حول درجات الحرارة ربما المنخفضة في هذه الأيام في هذا القطاع وتأثير ذلك على المدنيين والنازحين في القطاع المحاصر. إذن إمعانا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء في غزة والذي يعد الأكبر في القطاع. تأتي هذه الجريمة بعد عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بحق المستشفيات والطواقم الطبية. في جرائم حرب واضحة ضد الإنسانية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، وأطلق النار في ساحاته بشكل عشوائي رغم معرفته بوجود آلاف الأشخاص من الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين الموجودين بداخله. جيش الاحتلال الذي دأب على وضع المستشفيات والطواقم الطبية في بؤرة الاستهداف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اقتحمت دباباته ساحة مجمع الشفاء من الجهة الغربية وسط إطلاق نار كثيف، كما انتشر القناصة في محيط المستشفى بعد فرض حصار مشدد عليه وقصف أكثر من 5 مبان داخله. قوات الاحتلال كانت قد أبلغت الطاقم الطبي بالمستشفى بنيتها اقتحام المجمع الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين لليوم السادس على التوالي. وقبيل الاقتحام أبلغ الطاقم الطبي بالمستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطلب منها تحركا عاجلا لضمان عدم المساس بأي من الموجودين في المجمع، فيما سادت حالة من الهلع والخوف المرضى والنازحين والطواقم الطبية في داخله. ويضم مجمع الشفاء الطبي قرابة 650 مريضا، بينهم 100 من مرضى العناية المكثفة والأطفال الخدج، إضافة إلى نحو 500 من الكوادر الطبية ونحو 4000 نازح في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاد الوقود. وبسبب استهداف قوات الاحتلال لكل ما يتحرك في ساحات المستشفى وعدم السماح لأحد بالخروج منه أو الدخول إليه، دفنت جثامين 179 شهيدا في مقبرة جماعية داخل المجمع، فيما لا تزال عشرات الجثامين تنتشر في ساحات وممرات المستشفى جراء انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجات الموتى. واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا من المصابين والمرضى في وحدة العناية المكثفة وأطفال الحضانات جراء انقطاع الأكسجين بسبب قصف محطة التوليد ونفاد الوقود في المجمع. إذن نذهب مباشرة إلى جنيف وهذه الإحاطة لمنسق الشؤون الإغاثية والإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث. من أجل توزيع المساعدات، نحن نخطر الأطراف سواء في غزة أو أوكرانيا
أو غيرها ما هي خططنا كمنظمة دولية. لذلك لابد أن يعرفوا أنهم لا يجب أن يستهدفون، ويجب أن يضمنوا الممر الآمن لكل الذين يعملون في توزيع المساعدة الإنسانية. سابعا، وكجزء من المقاربة في جنوب غزة هو أن نتيح توزيع المساعدات وفق بعض الأقطاب. هناك من سيتكلف بالمآوي، وهذا يعني أن هناك أيضا من سيتكلف بالمساكن ونقل السكان المحتاجين من جهة إلى أخرى حيث هناك أمن أكثر. ونحتاج إلى أقطاب توزيع حتى نعرف إلى أين نذهب وإلى أين نتجه لتقديم الغداء والمعدات الطبية وباقي الضرورات التي تضمن في شاحنات المساعدات. مثلا في أوكرانيا عندما كان هناك أقطاب توزيع، وخصوصا في فصل الشتاء عندما تكون جزءا مركزيا من الاستجابة الإنسانية، فإن الأمر يجب أن يكرر كذلك في غزة. ورقم 8، يجب السماح للمدنيين بالتوجه إلى أماكن آمنة وبشكل طوعي. يجب السماح لهم بالعودة إلى ديارهم في شمال غزة إذا قرروا ذلك لاحقا. حرية حركة المدنيين في وقت الحروب هو أمر أساسي ومتطلب إجباري وفق القانون الدولي الإنساني. سمعتم تصريحاتي وتصريحات زملائي في الوكالات الدولية المختلفة عن مسألة المناطق الآمنة ومن يعارض المناطق الآمنة. الأمم المتحدة في تاريخها في المناطق الآمنة تتذكر سريبرينيتشا، نتذكر ما حدث هناك، ونعرف المتطلبات القانونية من أجل جعل تلك المناطق آمنة، بما في ذلك تلك السياقات التي تحتم اتفاق الأطراف المعنية على هذه المناطق الآمنة. لذلك نحن لا نتحمس لفكرة المناطق الآمنة في غزة، لكننا نؤكد أنه ليس الأمر منوطا بنا أو بالآخرين أن نحدد إلى أين يجب أن يذهب المدنيون. المدنيون هم من يقررون إلى أين يذهبون، ودعوهم هم الذين يحددون. حتى إذا ذهبوا وقرروا الذهاب إلى أماكن لا ننصح بها وسنقدم لهم المساعدات، لكننا لن نكون جزءا ممن يقرر إقامة مناطق آمنة لا تفي بالحاجات، وهذا من منطلق تجربتنا في مناطق النزاع. تاسعا، هناك 1.2 مليار دولار هي نداء لعملية الإغاثة والمساعدات. جمعنا منها فقط 30 مليون بين 20 و 30 مليون دولار. وكنت أتحدث مع المنسق الأممي الموجود في القدس والمسؤول عن الأراضي المحتلة، وسألتها السؤال الذي تطرحونه أنتم. قلت لها ما تريدون الآن؟ قالت الوقود والأموال. نعم، الوقود والأموال لتمويل العمليات التي ننفذها. نحن لدينا 460 شاحنة في العريش وهي كلها مستعدة للانطلاق. وأنا ممتن اليوم أن أسمع من الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إن حكومة إسرائيل قررت، ونحن نشكرهم، ألا يضع سقفا للشاحنات التي تتجه إلى هناك. لدينا الشاحنات، نحتاج فقط إلى الوقود وللمال من أجل أن نمول مسألة الإيصال، وسنقوم بعملنا ومهمتنا. ختاما، تطبيق وقف إطلاق نار إنساني. كان هناك نقاش مستفيض وكبير، وخصوصا في مجلس الأمن وفي بعض المنصات الأخرى، وكذلك حديث عن هدنة والفرق بينها وبين وقف إطلاق نار وغيرها. أنا قضيت 50 عاما في مناطق مختلفة في العالم وأعرف شيئا ضروريا وبسيطا. يجب إسكات البنادق والنيران، يجب بدء النقاش للسماح للناس بأن يتحركوا بحرية، يجب فعل ذلك في أقرب وقت ممكن، والسماح للمدنيين بالتحرك بشكل طوعي دون تهديد ودون عرقلة ودون دفعهم دفعا إلى التحرك والنزوح. ويجب أن نتيح لسكان غزة فرصة ليلتقطوا أنفسهم من الكارثة المروعة التي مروا بها في الأسابيع القليلة الماضية. هذا أمر مهم جدا، ولذلك هذه النقاط مجتمعة تمثل بالنسبة إلينا مقاربة، ونحن نطبق هذه المقاربة
نطبقها منذ فترة ولن نبدأها مثلا غدا في غزة، وهي تنطبق على غزة وعلى أماكن أخرى. عندما نتحدث عن الأراضي المحتلة فإنه يجب التعامل معها بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع مناطق نزاع أخرى، لن تكون مثالية وكاملة، سيكون هناك بعض الصعوبات، لكن هذا يحتم على الأطراف المعنية احترام القانون الدولي والقانون الإنساني. هذا يتطلب كذلك الإسراع بالتمويل وبشكل ملح، وهذا يحتم علينا وعلى زملائي التحلي بالشجاعة، وأعتقد أنهم أظهروا بسالة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية للذهاب إلى أماكن كان يتردد الآخرون بالذهاب إليها وخصوصا في غزة. شكرا جزيلا لكم. موطني موطني عائلة كاملة في الأقطار موجودة، بيوت كاملة دمروها. نحن اليوم دخلنا مرحلة حرجة للغاية. العمارة من ثلاث طوابق واقعة. مدنيين ما ضلش في دور ولا بيوت ولا أبراج. سالما منعما وغانما مكرما. احلف العذاب قاعدين بننقل من حاره لحاره. طفله مسكين تشق من دارها، ثلاث دول انقصفت علينا، ايش تغبتكم؟ ولا شرب، هاي طول هاي بيتنا مهجر، عمرتنا انهدت، وعينا فيها، اخرك عينا فيها، هاي ابو عيا، طالع ابو عيا هيك عريان، كلنا عريانين، ومش قادرين ايش نسوي، ايش نعمل. شيء رهيب، فيش رحمة، اجوا على باب دارنا دبابات، حوطت الدار، ضرب بالرشاشات، كل انواع الرشاشات، المدفعية، الابواب تاعون الدار تخلعوا، تحت المخازن. وكل هواية مدفعية بترعب أكبر شنب، مش إحنا الأولاد الصغار والأطفال، شيء لا يصدقه العقل، يعني كأنهم جايين هدول من الغابات متوحشين. يا خيي بكفي قتل فينا، في شعبنا، في أولادنا، في أبواتنا. انت صارت الملاجئ تلقصد يا عم، والله حرام اللي بيصير. بتطلع وادي غزة بقصور، يا نمسك الكتيل بنروح نجد تطلق قصور غاز. وين الامم المتحده هذا الموضوع؟ عمر الملاجئ بكل الحروب القصفات، حرام اللي بيصير. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي
بجد غزة قوية؟ أنا أفتخر إني من غزة. أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي؟ عبثا تحاول لا فناء لثائر. أنا كالقيامة ذات يوم آتي. والله سددت بول نقول أهلينا راح نقول نارنا راح بتساوي. مستمعينا الكرام، في أجواء قطاع غزة في حالة هستيرية. وإني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد، النور في قلبي وبين جوانحي، النور في قلبي. التغطية مستمرة معكم حول تطورات الأوضاع في غزة. نرحب بكم من جديد. وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين واستمرار الحصار على القطاع الذي أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية، تتسع الفجوة داخل الحكومات الغربية من جانب وبين الرأي العام الأوروبي والأمريكي والحكومات الغربية من جانب آخر، تنديدا بالدعم المطلق لإسرائيل وحربها على القطاع، واعتراضا على موقف الحكومات لعدم اتخاذ موقف حاسم من لوقف إطلاق النار. وظهر هذا الانقسام جليا داخل أوروبا بعد خروج عشرات المسيرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في العواصم الأوروبية، ما أدى لاندلاع خلافات داخلية في الموقف الأوروبي الموحد حول تقديم الدعم لإسرائيل ووقف المساعدات للفلسطينيين. وفي الولايات المتحدة تعالت أصوات داخل أروقة وزارة الخارجية لتندد بالتصعيد في غزة والدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل بعد دخول الحرب يومها الأربعين. نحاول التعرف على الأجواء داخل الشوارع الأوروبية. انضم إلينا من مارسيليا في فرنسا الزميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد، بعد التحية، كيف يبدو الشارع الفرنسي بعد 40 يوما من هذه الأزمة؟ نعم همام، بعد التحية، الحالة من الاستياء يعني تشهدها الشوارع الفرنسية والميادين الفرنسية كلها أمام وسط المتظاهرين بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، وأيضا كنا هنا في مدينة مارسيليا شاهدنا الكثير من المنادات مطالبة للحكومة الفرنسية على وجه التحديد الرئيس إيمانويل ماكرون لوقف هذه الاعتداءات الوحشية من جيش الاحتلال على غزة. ولهذا كانت هناك الكثير من الاحتجاجات ليس فقط في باريس ومارسيليا بل في ستراسبور وتولوز وأيضا ليون وغيرها من المدن الفرنسية الكبرى. إذا نستطيع القول أن الأعداد كانت متزايدة الأحد الماضي والسبت الماضي في الشوارع الفرنسية، وما زالت هذه الاحتجاجات مستمرة، والهتافات والنداءات كانت دائما لا للحرب على غزة ويعني ونرفض هذا التأييد من الرئيس ماكرون لإسرائيل. وهذا ظهر جليا في تغيير أو كان هذا الضغط ظهر جليا في محاولة تغيير الحكومة الفرنسية لموقفها داخل أورقة البرلمان والجمعية العمومية، وحتى من خلال التصريحات الصحفية التي قام بها الرئيس الفرنسي في الأيام القليلة الماضية، وأيضا لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، حيث أعربت أنها بالأمس على أن أمام البرلمان الفرنسي بأن الحكومة الفرنسية لم تغير موقفها وهو الخاص بحل الدولتين، وأنها طالبت بهدنة إنسانية. هذه الهدنة الإنسانية يتبعها وقف لإطلاق النار على حد كاترين كولونا. واستعرضت كاترين كولونا أمام أعضاء البرلمان الفرنسي همام
هذه الخطوات التي قامت بها الحكومة الفرنسية لتوصيل المساعدات، وقالت بأنها على تواصل مع الجانب الإسرائيلي لإدخال المزيد من المساعدات من خلال معبر رفح، وأكدت أيضا على أن الحكومة الفرنسية لا تحمل حماس فقط مسؤولية ما حدث في قطاع غزة، ولكنها أيضا بتحمل جيش الاحتلال، وأكدت على أن عملية القصف على المستشفيات بتصيب هذه الطواقم الطبية في مقتل، ولهذا يجب التوقف عليها فورا. طيب خالد، يبدو أن هذا الانقسام أو هذا التغير في الموقف الفرنسي حتى ولو كان طفيفا كان كفيلا بإحداث حالة من الإرباك داخل الأوساط السياسية في فرنسا. ما شكل هذه الحالة خالد؟ وهل تشير إلى ربما تغير بدرجة أكبر في المرحلة القادمة، أم ستمر بمجرد انقسامات؟ يعني حسب قراءتك لوسائل الإعلام الفرنسية والتحليلات التي تصدر من أساسها هناك. جورج مالبرونو وهو صحفي فرنسي مختص بالشأن الدولي في أكبر جريدة، هي جريدة لفيجارو، كان قد صرح بالأمس عن مصدر دبلوماسي بأن هناك مذكرة للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة اعتراض على سياسة الحكومة الفرنسية من قبل عشرات من السفراء الفرنسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال والمغرب العربي، ولهذا كانت هناك تخوفات واعتراضات على الموقف الفرنسي، ولأول مرة يحدث هذا من خلال تقديم المذكرة ليس فقط لوزارة الخارجية الفرنسية التي بتحاول أو يحاول فيها السفراء الفرنسيين يعني دق ناقوس الخطر على المصالح الفرنسية في هذه المناطق، ولهذا كانت هناك أيضا نفس المذكرة تم إرسالها لقصر الإليزي، وهذا ما تحدثت عنه أيضا النهاردة إيمان جريدة لكانار ديشيني، وهي جريدة من أهم المجلات التي تتحدث عن هذا الموقف من الدبلوماسيين الفرنسيين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى داخل الائتلاف الحكومي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت هناك مطالبات من قبل حزب الوسط المدام الفرنسي بأهمية الضغط على إسرائيل لإجبارها على التوقف على الاعتداء. لكن أنت ذكرت هذا ظهر جليا هذا الموقف اللافت من الدبلوماسيين الفرنسيين في المشرق العربي والشمال الأفريقي الذي ربما يرفض انتهاج السياسة الفرنسية والرئيس ماكرون لهذا النهج المنحاز إلى إسرائيل. الصحيفة الفرنسية لو فيجارو وصفت هذا الموقف من الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه لربما يذهب نحو التمرد ضد الحياز الفرنسي إلى إسرائيل. إلى أي مدى يمكن لهذا الموقف الدبلوماسي أن ينعكس على السياسة الفرنسية خلال الفترة القادمة، خصوصا مع تواجد وزير الدفاع الفرنسي في المنطقة هذه الأيام؟ نعم، همام، سباستيان ليكيرنو ليكيرني وهو وزير الجيوش الفرنسي تحدث أنه سيبدأ الرحلة بأهم محطة وهي القاهرة كان بالأمس، وسيكون في هذه الرحلة ليس كوزير للجيوش حسب مصادر مطلعة، ولكنه كمبعوث للرئيس الفرنسي لاستطلاع الرؤية على الأرض والتواصل مع العواصم التي لها مكانة وفرنسا تثق في رؤيتها السياسية، ولهذا هذه الزيارة هي زيارة هامة لاستكشاف الوضع على الأرض، وفرنسا تريد الحقيقة من خلال يعني هذا المبعوث أو من خلال وزير الجيوش الفرنسي أن ترسل رسالة بأن فرنسا يهمها الأمن الإقليمي ويهمها أمن منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وهي تدرك تماما بأن لها مصالح في منطقة الشرق الأوسط. همام، تتذكر أن فرنسا فقدت كثير من سيطرتها في منطقة الساحل في إفريقيا، وهي كانت تريد، كان هناك في زيارة هامة للعراق وبسبب الأحداث في غزة تم تأجيل هذه الزيارة. فرنسا ترى في دول الشرق الأوسط شريك استراتيجي، ولهذا هذا التغير الذي طرأ على الموقف الفرنسي بتحاول الحكومة الفرنسية من خلال تصريحات للرئيس الإسرائيلي بأن يقول أن فرنسا تتهم القوات الإسرائيلية بالاعتداء على غزة، فكان الموقف الفرنسي بأنه أكد هذا الاتهام، ولكنه ربط هذا الاتهام
بأيضا اتهام آخر موجه إلى حماس، وهي في محاولة تارة تحاول أن ترضي هذا الطرف على حساب ذاك، وتارة أخرى تريد أن ترضي هذا الطرف الآخر. ولهذا يعني هناك انتقادات الحقيقة من قبل حتى بعض من الساسة الفرنسيين، على رأسهم دومينيك دوفيلبان رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك. فرنسا التي لا طالما كانت لها مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية تحتفظ الآن بنفس المواقف، ألا وهي موقف حل الدولتين، ولكن يجب عليها الآن، وهذا هو رسالة الأعضاء اليساريين وحزب الخضر وحزب فرنسا الأبية، أن تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للاعتداءات على الأراضي الفلسطينية من طرف جيش الاحتلال. خالد، هل هناك أي إشارات لعملية موازنة ربما قد يجريها إيمانويل ماكرون ما بين هذا الحلف وذاك؟ بمعنى أنه ما حدث مؤخرا وما تابعناه من تصريحات كان متعلق حتى آخرها يمكن للمستشار الألماني، كان آخرها متعلق بلا وقف لإطلاق النار، هناك دعم مستدام لإسرائيل، وأيضا الحق في الدفاع عن النفس الذي يتحدثون عنه طوال الوقت. هذا بالإضافة إلى التبعية الغير مباشرة للدول الأوروبية من الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على هذه الدول من قبل أمريكا. هل هناك أي إشارات لإحداث حالة من التوازن فيما يخص الموقف الفرنسي الذي نشهده الآن والتصريحات الأخيرة، وما يخص كل هؤلاء الحلفاء الاستراتيجيين لإسرائيل؟ حقيقة عندما نشاهد البرلمان الفرنسي داخل أوراقة البرلمان هناك مشادات عنيفة بسبب الوضع وما آلت إليه الوضع في غزة، وهناك اتهامات الحقيقة من قبل حزب فرنسا الأبية وأيضا الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الخضر والأحزاب اليسارية وبعض من أفراد الأحزاب حزب الوسط حزب المدام. ولكن يبدو أن اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وأيضا حزب اليمين بقيادة إريك سيوتي وبعض من أعضاء حزب إيمانويل ماكرون ما زالوا يطالبون بحق إسرائيل في الرد في الدفاع عن نفسها وفي الرد على حماس. من الملاحظ إيمان بأن عندما نتذكر اليوم يذكر اسم هذه الحرب يكون هناك الحرب بين إسرائيل وحماس وليس الحرب بين إسرائيل وغزة أو بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا ربط في إشارة هامة من قبل الإعلام الفرنسي، والذي حاولنا من خلال الكثير من الأمور بتعرض بصورة غير يعني غير متزنة تجاه القضية، مناقشة القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الفرنسية. ولهذا كان هناك اتهام من قبل جلوك ميلانشون للحكومة الفرنسية أنها عرضت بعض ما حدث في 7 أكتوبر في إسرائيل ولم تعرض ما يحدث الآن داخل أورقة البرلمان على مدار 48 ساعة لما الأحداث المؤسفة والمأساوية لما يحدث في غزة اليوم. كما تعلم خالد، لابد أن ننظر إلى هذه المواقف على الخلفية الأيديولوجية لهذه الأحزاب، سواء من الرئيس ماكرون أو حتى من ماري لوبين أو حتى من أحزاب اليمين، على عكس أحزاب اليسار التي ربما دعت إلى تظاهرات، ونقابات عمالية دعت إلى تظاهرات اليوم السبت القادم من أجل وقف هذه المجازر ووقف الحرب المستعرة في قطاع غزة. على إتحال خالد شقير مراسلنا من مارسيليا، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا من أبو ظبي محمد منير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ محمد، مرحبا بك بداية، وسنتحدث في البداية عن كل أو مجمل التطورات التي حدثت على مدار الساعات الماضية بداية من فجر اليوم. هذه التطورات ربما أشعلت ردود الفعل في عدد كبير من الدول على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. كيف يمكن إحداث حالة من الضغط والتأثير القوي هذه المرة جراء هذه المشاهد المتعلقة بالمستشفيات في رأيك؟ بالنسبة للمشاهد أو المظاهرات القائمة في مش هنقول الدول العربية، الدول الأوروبية أو بريطانيا أو أمريكا، لا، نحن نتحدث الآن عن كل دول العالم، وأي تحركات أو ردود أفعال في على الجانب الحكومي هي أعتقد هي انعكاس لما يحدث على أرض الواقع في الشارع وبين الجماهير الثائرة في كل دول العالم. وأعتقد سواء كان الموقف الأمريكي أو الموقف البريطاني
الذي تجاهل ردود الأفعال في الشارع كانوا يأملون أن هذا يتغير مع الوقت، لكن مع الواقع اكتشفوا أن هذا لا يتغير، وما زال هناك اعتراض على الموقف الأوروبي والموقف الموقف العالمي بشكل عام تجاه ما يدار أو ما يحدث في غزة، واتجاه ما يحدث من لابد أن نسميه باسمه الحقيقي، وهي ما يحدث من شبه إبادة جماعية. كيف نفهم أستاذ محمد هذا الموقف المتباين من قبل الشارع الأوروبي بالنسبة لحكوماتهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة مما وصفته بأنها جرائم حرب وما إلى ذلك؟ هل يمكن أن نفسره بالصدمة وهي سابقة للمرة الأولى التي تنحاز فيها، لا أقول تنحاز، على الأقل كانت وسائل الإعلام في الأونة الأخيرة إلى حد ما موضوعية تجاه هذه الجرائم، تجاه ما يحدث في قطاع غزة من عرض لصور الأطفال والمدنيين النازحين أو حتى أولئك الذين استشهدوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هناك صدمة ربما من المؤسسات الحاكمة في أوروبا بالنظر إلى موقف الجمهور الأوروبي والشارع الأوروبي الذي يبدو أنه متعاطف على الأقل مع ما يحدث مع الفلسطينيين؟ لو استرجعنا التاريخ، احنا ما يحدث الآن هو بالفعل يحدث على مدار 75 سنة، هو بالفعل يحدث بنفس التفاصيل بنفس الأشكال. يعني احنا لو عدنا للتاريخ هنلاقي غزة نفسها كان بيحصل أيضا قتل الأطفال، وكان بيحصل كل ما يحدث الآن هو كان يحدث من قبل، بس هو الفرق أنه مع وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة، مع الطفرة في وسائل الاتصال، أصبح هناك دور شعبي مختلف ما تقدرش إسرائيل تسيطر عليه. فيما قبل كان بتقدر تسيطر على وسائل الإعلام سواء كصحف مطبوعة أو قنوات تلفزيونية، لكن الآن في دور للشارع، في أصوات لا يمكن السيطرة عليها. وإحنا شفنا وتابعنا، لقينا في نجوم سينما، لاعبي كرة قدم، برلمانيين، سياسيين، محامين في فرنسا. يعني نحن نتحدث الآن على موقف عالمي حادث، أعتقد أنه هو أكبر من السيطرة عليه وأكبر من تهدئته. طيب أستاذ محمد، هل يؤخذ في الاعتبار هنا النقطة اللي يمكن همام أشار إليها منذ قليل المتعلقة بأيديولوجية هذه الأحزاب الموجودة في الدول الأوروبية، ليس في فرنسا فقط، ولكن صعود اليمين المتطرف الذي كان واضحا منذ السنوات بدأ في التنامي وفي التصاعد، وهذا ربما شكل شكلا مختلفا ومربكا لما يحدث أو ما يتم التعليق عليه فيما يخص الحرب على غزة أو فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي وهذه الأمور، هل كان له دور أيضا وما مداه؟ اليمين المتطرف هو يعني هو موجود ايضا، لكن يعني لو نظرنا تحديدا بالنسبه لبريطانيا، اليمين المتطرف الموجود الان هو اكثر حنكه من ذي قبل، لانه بيضم نقدر نقول مجموعه او بدوا ان هم يتعاملوا مع قضاياهم باسلوب اكثر ذكاء علشان يكسبوا فئة الشارع أو يكسبوا المواطنين. لكن اليمين المتطرف فيما قبل في بريطانيا، برضو أنا أتحدث تحديدا، كان أكثر عشوائية، فبالتالي ما كانش في مناصرين لي بشكل كبير. يعني احنا وزيرة الداخلية البريطانية هي كان لو نظرنا للأسباب الحقيقية اللي منعت ريش سوناك من هو يتخذ قرار ضدها او يتخذ قرار بان هو يقلها من الوزاره، رغم سلسله الاخطاء والمشاكل اللي هي احدثتها، كان فقط بسبب انها جزء من اليمين المتطرف الموجود في حزب المحافظين تحديدا.
وده كان ورقة التهديد بالنسبة لريشي سوناك إن هو يخشى أن يثير غضب هذا اليمين المتطرف اللي هي تعتبر بتقوده، يعني وزارة الداخلية بتقوده أو تعتبر جزء من المحرك لهذا اليمين المتطرف. فمن المؤكد طبعا إن هو له دور، لكن الصوت الأعلى الآن لما يحدث من أشياء تخالف كل القوانين والتشريعات المتعارف عليها في الحروب. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ محمد منير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من أبو ظبي، كنت معنا، شكرا لك. إيمان، لابد أن نشير إلى هذا الخبر، حيث مجلس الأمن يصوت اليوم على مسودة قرار لتأمين ممرات بشكل عاجل وممتد في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية. هذه ربما للمرة الأولى بعد أسابيع من فشل مجلس الأمن في استصدار قرار يوقف هذه الحرب المستعرة في قطاع غزة أو حتى يمنح الحق للمنظمات الأممية والإنسانية لإدخال هذه المساعدات. سنراقب اليوم ما يحدث في مجلس الأمن الدولي في ظل اختلاف عميق وخلافات عميقة بين الدول الأعضاء في هذا المجلس. جدير بالذكر أيضا همام أنه كان هناك اعتراض يمكن في الجلسات السابقة التي انعقدت لجلسات مجلس الأمن المختلفة من الحلفاء طبعا الدائمين لإسرائيل، وكان هناك مشروعان متعلقان حتى بوقف إطلاق النار والآلية التي سيتم من خلالها. ربما كان هناك مشروع روسي تقدم صحيح. ومشروع أمريكي، وتم الاعتراض على المشروعين. فيما يخص أيضا المساعدات وفيما يخص آخر التطورات المتعلقة بنقلها إلى القطاع، من معبر رفح ينضم إلينا مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى، ما هي آخر الاستعدادات إذن التي يشهدها معبر رفح لاستقبال الجرحى ولإرسال المساعدات أيضا؟ ماذا في التفاصيل الآن لديك؟ نعم، بالفعل يعني ما زالت عملية ضخ المساعدات الإنسانية التي تنطلق من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة مستمرة. كنت قد ذكرت منذ ساعة من الآن أنه تم تجهيز حوالي 50 شاحنة أخرى بخلاف 100 شاحنة أخرى تم تجهيزهم صباح هذا اليوم لينضموا إلى الشاحنات التي من المنتظر أن تدخل إلى قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة. هم الآن في مرحلة إجراءات دخولهم النهائية. نتحدث أيضا عن استقبال الجرحى والمصابين، حيث يواصل معبر رفح حتى هذه اللحظات استقبال حالات الجرحى والمصابين، والتي تقدر حتى الآن بما يقرب من 13 حالة من المصابين والجرحى الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية فعلا عبر معبر رفح، بالإضافة أيضا إلى وصول حالات إنسانية من أصحاب الأمراض السرطانية للجنسية التركية، ويقدر عددهم بحوالي 25 حالة، وهم في طريقهم عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفى العريش العام عبر الخدمات المقدمة من وزارة الصحة المصرية مع الأطقم الطبية التركية التي بعد ذلك ستتولى عملية نقلهم إلى الأراضي التركية. كل هذه المشاهد تلخص الجهود المصرية المبذولة والتي تسعى إليها مصر في ظل حرص مصر على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية. وربما كنا قد ذكرنا أيضا حالة التكدس للشاحنات الفلسطينية التي تقف في ناحية المعبر من الجانب الفلسطيني، وعند وصول أول شاحنة من الوقود والتي كانت تحمل حمولة مقدرة بحوالي 24 ألف لتر من السولار، تحركت بعض الشاحنات هي الأخرى في طريقها إلى قطاع غزة، وقامت على إثر ذلك الشاحنات المصرية بتفريغ حمولاتها وبدأت في الخروج من ناحية المعبر للجانب الفلسطيني. نتحدث أيضا عن استقبال معبر رفح حتى هذه اللحظات لما يقرب من 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة، بالإضافة أيضا إلى المصريين الذين كانوا قد علقوا داخل الأراضي الفلسطينية وهم الآن في مرحلة إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية، وهي الإجراءات المتعارف عليها وفقا لتعليمات سلطات معبر رفح البري. إذا ما تحدثنا وعدنا في نقطة سريعة إلى المساعدات الإنسانية وتحركها إلى قطاع غزة من خلال الشاحنات الفلسطينية، فيبدو وكما ذكرنا من قبل فإن كلمة السر تبقى هي الوقود، وعند دخول أول شاحنة من الوقود تحركت بعض الشاحنات الفلسطينية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية وتحديدا إلى قطاع غزة. تبقى المساعي المصرية مع كل
كل الأطراف المعنية سواء الدول التي تحرص على ضخ مزيد من المساعدات وتفعل هذه النقطة تحديدا بالتعاون مع الأمم المتحدة وكل المنظمات الإغاثية التي تحرص على هذه المسألة تحديدا، كل هذه الجهود في طريقها لضخ مزيد من المساعدات والوقود، وبقيت الآن كلمة السر الوقود حتى يتمكن الجميع من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، والصور والمشاهد التي ننقلها دائما من داخل قطاع غزة والتي تتحدث عن أوضاع كارثية. لذلك وجب على الجميع التحرك بشكل عاجل، وهي النداءات التي بدأت بها الدولة المصرية ووجهتها الدولة المصرية سابقا في بادئ الأزمة بضرورة التحرك أولا لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وثانيا لإدخال المساعدات الإنسانية لإنقاذ قطاع غزة. نتحدث عن كل هذه الإجراءات في ظل الزخم والحراك الكبير الذي يشهده معبر رفح سواء كانت داخل المعبر أو خارج المعبر. نعم. إذن أشكرك مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح على هذه المعلومات التي تردها إلينا في كل وقت وفي كل مستجد. شكرا جزيلا لك. لمزيد من القراءة ينضم إلينا من باريس الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد بعد التحية، ربما استمعت إلى هذا الكم الكبير من التصريحات سواء من الأمم المتحدة أو حتى من خبراء القانون الدولي، وكان هناك أيضا أو كانت هناك تصريحات من المحكمة الجنائية الدولية من المدعي العام لهذه المحكمة عندما كان في معبر رفح. في القانون الدولي كيف يمكن توصيف وإعطاء ربما تكييف قانوني لما يحدث الآن من جرائم في قطاع غزة؟ يعني المسألة واضحة الآن، ليس هناك اختلاف عن هذا التوصيف القانوني، أي أنه لما تقوم سلطة مهما كانت وخاصة سلطة الاحتلال بمحاصرة مجموعة من البشر من المتساكنين وقطع الإمدادات على تلك المجموعة وتجويع تلك المجموعة وعدم تمكينها من اقتناء الماء يعني الشراب والأكل والغذاء بكل أنواعه والتطبب يعني الذهاب إلى المستشفى والإسعاف وقطع الكهرباء والغاز والهاتف وشبكة الإنترنت وقصف المنشآت التحتية البنية التحتية، فإن ذلك يعتبر خرقا لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي ما تقوم به إسرائيل على غزة مهما كانت الأسباب هو خرق للقانون الدولي ويجب معاقبة الذين قاموا به، والبحث عن سلسلة القرار الذي اتخذ وسلسلة التنفيذ وهي سلسلة واحدة من الذي ينفذ على أرض الواقع للذي اتخذ القرار،
وبالتالي يمكن ملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بذلك القرار ونفذوه وجوعوا هؤلاء المواطنين البشر الذين هم موجودون من مدنيين كبار ونساء وأطفال. وبالتالي هذا هو التشخيص في القانون الدولي وليس هناك خلاف على هذا التشخيص. طيب اسمح لي دكتور مجيد نرحب أيضا بضيفتنا من بيروت الدكتورة إيمان شويخ الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة إيمان مرحبا بحضرتك بداية، وإذا كنا نتحدث عن القانون الدولي وما يحدث، بالتأكيد هناك استكمال لهذه النقاط، ولكن اسمحي لي أذهب مع حضرتك إلى نقطة أخرى متعلقة بربما تباين المواقف الحاصل الآن في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخل الدول الأوروبية. كنا نناقش هذا الأمر سواء مع مراسلين أو مع المتخصصين في هذا الشأن، وهو يتحدثون عن انعكاس واضح لهذا الانقسام وهذا التباين والإرباك في داخل هذه المجتمعات على الحرب في قطاع غزة. كيف تقرأين؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. طبعا هذا الأمر طبيعي جدا أمام مشهد أو مشاهد المجازر والوحشية التي ترتكبها إسرائيل. في البداية يعني في بداية هذه العملية حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تلفيق الأكاذيب والأخبار المضللة، وكان هنالك حشد غربي وتغطية على كل ما تقوم به إسرائيل بحجة أن ذلك تحت عنوان الدفاع عن النفس. ولكن ليس وسائل الإعلام فقط هي من كشفت، إنما أيضا وسائل التواصل الاجتماعي كشفت زيف كل هذه الادعاءات، حيث كانت الصور تأتي مباشرة من غزة ومن كل الأماكن التي تستهدفها إسرائيل. وبالتالي الرأي العام قبل أن نتحدث عن الحكومات الغربية وعن أيضا الانقسام داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، دعينا نتحدث عن الرأي العام. الرأي العام الغربي اليوم يعني مستاء إلى حد كبير من هذه الوحشية ومن هذه المجازر ومن استهداف المستشفيات تحديدا. يعني لم يعد السكوت ممكن لهؤلاء للشعوب الغربية. طبعا الشعوب العربية مستنكرة بطبيعة الحال، إنما الشعوب الغربية التي هي مؤيدة لإسرائيل لم تعد تتمكن من السكوت عن هذا الأمر. ونشهد تظاهرات سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة وفي كل الدول الغربية وفي فرنسا ومن قبل قانونيين وما إلى ذلك. وهذا يعني اليوم أن هنالك ضغط كبير جدا من قبل الرأي العام، إضافة إلى أيضا يعني الجاليات المسلمة والعربية التي تقطن في هذه الدول. طيب. والتهديد التي تخشاه هذه الحكومات، فضلا طبعا عن بدء الأصوات من داخل الحكومات الغربية التي عانت ويلات الحرب الروسية الأوكرانية والتي لم تكن بهذه الوحشية. لم نشهد مجازر مثل ما يحصل اليوم أبدا، لا مجال للمقارنة. كانت هي لا تريد اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية، فكيف يمكن أن تتحمل تبعات الأزمة؟ طيب اسمحي لي دكتورة إيمان، ونحن نتحدث هذا القصف الإسرائيلي لا زال متواصلا، هذه لربما ما تسمى القنابل الضوئية أو القنابل الحرارية التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدامها في قصف قطاع غزة في هذه الأثناء، في جانب من قطاع غزة على الأقل في هذه الأثناء، وهو القصف المتواصل لمدة 40 يوما. منذ قليل كان هناك خبر يشير إلى أن مجلس الأمن دكتورة إيمان سوف يصوت على مشروع قرار ربما يقر ما يتعلق بمساعدات إنسانية وبممر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هل ترين دكتورة إيمان أن مثل هكذا قرار له بعد إنساني أو هو إنساني في الأساس، يمكن أن يمنح، يمكن أن يضع قاعدة مشتركة بين القوى الفاعلة والمتناحرة داخل مجلس الأمن؟ يعني 40 يوما ولم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار وقف إطلاق النار، ودائما يعطي الحجة لإسرائيل من أجل المضي في عملياتها. العامل الإنساني طبعا ضروري جدا وهام جدا، ولكن الأهم هو وقف إطلاق النار. إلى اليوم كل مشروع قرار يتضمن وقف لإطلاق النار يتم يعني إفشاله في مجلس الأمن. وبالتالي هذه الأمور الإنسانية هي تحصيل حاصل وهي ضرورية جدا، لأن
يعني بدأ الرأي العام الغربي أو بدأت ازدواجية المعايير تنكشف، وكل الحديث عن حقوق الإنسان والمنظمات التي خلقت من أجل هذا الشأن هي بدأت يعني تفضح وتنحرج أمام المجتمع الدولي. وبالتالي أعتقد اليوم أنه يجب العمل على موضوع وقف إطلاق النار، لأن الوضع طبعا لم يعد فقط يحتمل. هي ليس فقط فقدت ربما أو تسبب هذا الموقف في إحراجها أو إزعاجها، لكن أيضا هي فقدت الثقة حتى في المستقبل وفي أي قرارات ستتخذها وفي أي صراعات أخرى. على أي حال أذهب الآن إلى الدكتور مجيد. دكتور مجيد، كنا نتحدث منذ قليل عن القانون الدولي، كان معنا إحدى المتخصصات في هذا الشأن منذ قليل، وكنا نتحدث قالت ذكرت نصا أنه يتم خلط بين قواعد القانون الدولي وقواعد الإرهاب، هذا بالإشارة إلى ما تقول إسرائيل بشأن أنها تحارب الإرهاب وتستند أو تأخذ دعما على هذه الجملة. كيف يحدث هذا الخلط ما بين القانون الدولي وقواعد الإرهاب، وكيف يمكن إحكامه أيضا؟ المسألة يعني واضحة، لأن القانون الدولي يجرم الإرهاب، ولكن القانون الدولي كذلك يضبط مكافحة الإرهاب وقانون الحرب، وبالتالي مهما كانت الآلية التي تستعملها إسرائيل، مكافحة الإرهاب، الدخول في حرب، الردع، ردة الفعل، كل هذه التسميات بالأخير يصدها شيء واحد، وهذا الشيء هو أن القانون الدولي لا يسمح قصف المدنيين ولا يسمح بحصار المدنيين وبتجويعهم، وبالتالي كل هذا الحديث يبقى جدل بدون أرضية، لأن المسألة واضحة، لا يمكن قصف المدنيين مهما كانت التعلة. إذا أخذنا التعلات التي استعملت، أولا تعلة الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس شيء مشروع في القانون الدولي، ولكن الدفاع عن النفس لا يمنح الحق في قصف المدنيين وقتل المدنيين. الدفاع عن النفس يمكن أن يعطي الإمكانية لمواجهة المسلحين، ولكن المسلحين فقط، ولا يمكن أن يستهدف المدنيين. واستهداف المدنيين لا يمكن أن نقول أن هناك ضحايا جانبية، القانون الدولي لا يفرق بين الضحايا الجانبية والضحايا المباشرة. الضحية هي الضحية في القانون الدولي، وبالتالي كذلك هذه التعلة لا يمكن أن تصمد. نعم. كذلك استعملت أن الذين قتلتهم حماس المدنيين هم عن قصد، وما فعلته حماس يقع تحت طائرة القانون الدولي كجريمة في القانون الدولي، ولكن كذلك ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ويقال أنه بدون قصد، فهذا لا يستقيم، لأن القانون الدولي لا يمكن أن يعتمد على القصد أو عدم القصد. القانون الدولي يعتمد عن القتلى وعن الفعل، هناك قتلى، كان هناك قصد أم يكون هناك قصد، صحيح. فهذا هو القانون الدولي، والضحية هي الضحية، وبالتالي هي كما تعلم دكتور مجيد المشكلة ليست في القانون بقدر المشكلة في تنفيذ هذا القانون وإيجاد آلية. النقطة الثانية هي التنفيذ. إذا أتينا للتنفيذ، الفخ الذي لا يجب أن يقع فيه الفلسطينيون ويقع فيه الذين يحبون التطبيق ويريدون تطبيق القانون الدولي، أن لا يقولون أن هناك بما أن هناك معيارين وهذا موجود، وأن نرمي بعرض الحائط القانون الدولي ونذهب إلى أين وإلى ماذا، لأن القانون الدولي هو الآلية الوحيدة التي يمكن بها أن نضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق أي شعب على الأرض الذي يتعرض إلى هجمات وحشية مثل هذه الهجمات. وبالتالي يجب دائما التمسك بالقانون الدولي، ثم ندخل بعد ذلك إلى مرحلة
تنفيذ أو عدم تنفيذ القانون الدولي، وهذه نقطة التنفيذ هي نقطة مختلفة تماما عن التمسك بالقانون الدولي. صحيح. لا يمكن على الأقل من ناحية التمسك السلطة الفلسطينية، والعرب هم متمسكون بالقانون صحيح. الدولي، وفي كل بياناتهم ربما يشيرون إلى أن لابد من توثيق هذه الجرائم من أجل تقديمها إلى الآليات الدولية. القانون الدولي يستوجب يعطي مسؤوليات عن الذين لا يتمسكون بالقانون الدولي. طيب. أو الذين لا يطبقونه، ويجب الذهاب إلى مرحلة أعلى من ذلك بتحميل المسؤولية للذين لا يريدون تطبيق القانون. سنعود إليك، اسمح لي دكتور مجيد، سنعود إليك للحديث عن منطقة أو ما يتعلق بالتنفيذ، لكن لابد أن أذهب للدكتورة إيمان. دكتورة إيمان، دعيني أنتقل إلى ما يتعلق بالموقف الأمريكي. هناك ربما في هذه الأثناء شروخ، خلافات في الموقف الأمريكي الواحد، سواء داخل الإدارة الأمريكية برمتها أو داخل حتى الحزب الديمقراطي بين التقدميين وغيرهم. إلى أي مدى هذا الخلاف الواضح في الإدارة الأمريكية يمكن أن ينعكس على رؤية الإدارة الأمريكية وتصريحاتها وضغطها حتى على إسرائيل في هذه الحرب؟ اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ضغوطا كبيرة جدا من الداخل ومن الخارج، ويبدو وكأن نتنياهو اليوم يتعنت ولا يريد يعني الرضوخ لضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عن المهلة التي حددتها اليوم. يعني تم إعطاؤه مهلة أسبوعين لتحقيق النتائج، وإلا لا أدري إلى أين ستذهب الأمور. هل نتنياهو يستطيع المضي في هذه العملية دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا الجواب سيكون لا، لأن نتنياهو أصلا مأزوم داخليا وسياسيا، وهو لا يمتلك كل القدرات العسكرية التي تمكنه من خوض حرب شاملة ربما ستمتد إلى لبنان وسوريا وأكثر من دولة في الشرق الأوسط. وبالتالي اليوم أعتقد أن يعني جو بايدن الرئيس الأمريكي طيب. الذي بدأ دكتورة إيمان أعتذر منك، ولكن عذرا على المقاطعة، سنعود مرة أخرى، أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا قليلا. نعود مرة أخرى إلى ضيفتنا من بيروت الدكتورة إيمان. دكتورة إيمان، عذرا على المقاطعة، كنا ننقل إذن هذه الصور التي تأتينا طبعا من معبر رفح وإيصال المساعدات. على أي حال، أعود لحضرتك للنقطة التي كنت تتحدثين بشأنها المتعلقة بالدعم الأمريكي إلى إسرائيل وحالة الانقسام ربما الموجودة في الداخل الأمريكي. هناك تقارير أيضا، أضيف فقط لحضرتك أنه هناك تقارير تشير إلى أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن مصر على دعم إسرائيل رغم الانتقادات التي بدأ يواجهها حتى في داخل إدارته. تعقيب حضرتك على هذا وتحليلك له. الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأقوى لإسرائيل، وبالتالي لا يمكنها ترك إسرائيل بمفردها في مواجهة هكذا حرب وهكذا تهديدات بغض النظر من هو رئيس البيت الأبيض. إنما اليوم طبعا خرجت الأمور عن سيطرة الولايات المتحدة التي هي أصلا اليوم يعني تشهد أزمة سياسية كبيرة على أعتاب أو عشية الانتخابات الأمريكية المرتقبة، وهنالك انتقادات واسعة من قبل الحزبين سواء الديمقراطي والجمهوري للدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، والذي هو يدفع من جيوب الأمريكيين بطبيعة الحال. وكانت قبل ذلك الانتقادات يعني كانت واسعة جدا في دعم أمريكا لحرب أوكرانيا ضد روسيا، وبالتالي اليوم يجد جو بايدن الرئيس الأمريكي نفسه في مأزق كبير. لذلك هو يحاول العمل على هدنة وصفقة يتم بموجبها تبادل الأسرى والرهائن، بما يفضي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي عدم استنزاف أمريكا لملياراتها التي تمد بها إسرائيل، وأيضا حفاظا على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن من المعارك أو بطبيعة المعركة والميدان وما نراه اليوم أن هنالك خروج يعني خروج نتنياهو عن طوع أمريكا وعن طوع بايدن، وكأنه اليوم هو أخذ القرار أنه سيكمل في هذه المعركة لتحقيق إنجاز، ولكن ليس من إنجاز. هو يتوهم أن مستشفى الشفاء هي قاعدة عسكرية وسيتم من خلالها تحقيق النصر فقط لحفظ ماء وجهه في الداخل والخارج، ولكن هذا الأمر
صعب جدا، وهذا ما يؤدي إلى اشتداد الأزمة والتصريحات المتضاربة. تارة نسمع أن أمريكا أعلنت عن وقف أو عن هدنة منذ قليل، سمعنا أن هنالك هدنة جديدة ومن ثم تم رفض أو ضحت، لكن يبدو أن ما يتعلق بالخلاف بين تل أبيب وواشنطن محل خلاف بين المراقبين بالنظر على الأقل في الأونة الأخيرة فيما يتعلق بمهاجمة مستشفى الشفاء، أن التصريحات كانت متطابقة ربما في التي خرجت من البيت الأبيض بتلك التي خرجت من قادة الاحتلال الإسرائيلي. سؤالي الأخير أعود به إلى دكتور مجيد. دكتور مجيد، في إجاباتك السابقة ربما كنت تتحدث عن آليات المجتمع الدولي، آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتنفيذ هذا القانون وهذه النصوص. ما الذي يجعل المجتمع الدولي ويجبر هذا المجتمع لتطبيق أولا لتوثيق هذه الجرائم ومن ثم محاسبة إسرائيل عليها؟ لأن المجتمع الدولي وكل دولة في المجتمع الدولي وكل مسؤول في المجتمع الدولي يمكن أن تقع مساءلته اليوم أو غدا إذا لم يقوم بالمطلوب أمام تجاه القانون الدولي. وبالتالي هذه المسألة هي مسألة مهمة جدا. مسألة القانون الدولي ليست لا تنطبق على الدول فقط، هي تنطبق كذلك على المسؤولين في تلك الدول. والتقصير في عدم اتخاذ الإجراءات الحماية للمدنيين هي مسؤولية على الجميع. ولا يجب، القانون الدولي هو يمتد على مدة طويلة، ولكن لهذا السبب يجب الآن أولا التوثيق ثم التوثيق ثم التوثيق ثم القيام بالإجراءات. المدعي العام يقوم بالإجراءات، ولكن يجب مساعدته، ويجب كذلك الاتجاه والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات المستعجلة. وهذه الإجراءات المستعجلة متاحة أمام الفلسطينيين وأمام الأطراف الذين يريدون، ولكن إلى الآن لم يقع التقدم بأي طلب في إجراءات مستعجلة. طيب. والإجراءات المستعجلة يمكن أن تلبى في ساعات وأقصى تقدير في بعض أيام. ربما لاحظنا ذلك في الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في هذه الأزمة طوال تاريخها لأكثر من 70 عاما لم نرى هذه الإجراءات المستعجلة بالنسبة للنظام الدولي وآليات ربما المحاسبة الدولية عندما يتعلق الأمر بقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ربما ما أحبط العرب من هذا القانون الدولي، وأصبح تنفيذ هذا القانون محل شك بالنسبة على الأقل بالنسبة للعرب والفلسطينيين. على أي حال شكرا جزيلا لك الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، كنت معنا من باريس، وكانت معنا من بيروت أيضا الدكتورة إيمان شويخ الكاتبة والباحثة السياسية. شكرا جزيلا لكما على إثراء هذا النقاش. إذن نتابع هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من قطاع غزة، وعلى ما يبدو أنه بهذه القنابل المضيئة التي كنا قد تابعناها على مدار الأيام السابقة طوال الأيام السابقة، وكانت هذه الصورة تلازمنا دائما فيما يتعلق بإطلاق هذه القنابل على داخل القطاع، وربما هذا يشير إلى استمرار القصف والغارات على قطاع غزة في اليوم 40 لهذه الحرب على القطاع. اليوم كان مليئا حقيقة بالأحداث والتطورات والتعقيدات والهجوم، حتى البري شهد الكثير من التطور والكثير من التقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى وصل حسب ما ذكرت مراسلتنا منى عوكل إلى رفح أيضا وشرقي رفح، أي أن المسألة امتدت إلى جنوب القطاع أيضا. همم، زخم هذه المعركة العسكرية طوال 12 ساعة على الأقل حتى هذه اللحظة كان حول مستشفى الشفاء والمستشفيات الموجودة في مربع المستشفيات في قطاع غزة، لا سيما مستشفى الشفاء الذي كان يهرع إليه العديد من الجرحى والمصابين جراء هذه العملية العسكرية والحرب المستعرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى آلاف اللاجئين الذين يقطنون في هذه الأثناء داخل هذه المستشفى، على الرغم من التبريرات العسكرية الإسرائيلية التي ترد على لسان متحدثيها بين الحين والآخر من أن هذه المستشفى إنما تحوي بين جدرانها وربما أسفلها أيضا بعض الأماكن والبنى التحتية للفصائل الفلسطينية. على أي حال لا يزال هذا القصف مستمرا حتى هذه اللحظة لليوم 40 على التوالي في ظل توالي
الشهداء والمصابين جراء هذه الحرب. إذن كنا معكم على مدار 3 ساعات متواصلة ننقل لكم آخر المستجدات. بالتأكيد التغطية ما زالت مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. بعد قليل الزميلة دينا سالم ستكون معكم. شكرا لك همام. شكرا جزيلا لك إيمان، وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. لكن هذه التغطية لا تزال مستمرة، ابقوا معنا.